عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية زئيف ألكن أن يكون قد تم التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل بعيدة عن ذلك. وقال ألكن أن الحديث يدور عن خطوات إنسانية أساسية فقط، مشددا على أن السياسة تجاه غزة لم تتغير، وأن نقل الأموال إليها سيتم فقط تحت مراقبة إسرائيلية وثيقة. من جهته أكد وزير الخارجية إسرائيل كاتس هو الآخر أنه لن تكون هناك تسوية بدون إعادة الإسرائيليين المحتجزين. ومن الحدود مع قطاع غزة ينضم إلينا الزميل أدهم حبيب الله. أهلا بك أدهم. أدهم، بداية إسرائيل تنفي إتمام التهدئة وتتشرط الإفراج عن الجنود الإسرائيليين كشرط لإتمامها. في المقابل هناك تسهيلات إسرائيلية إنسانية على المعابر في غزة، هناك تراجع كمان لحدة مسيرات العودة، فهل نستطيع القول أن التهدئة بالفعل بدأت في القطاع؟ يعني بداية رغم نفي الأطراف أن تكون هناك تفاهمات أو اتفاق حول التهدئة أو حل طويل الأمد في هذه المرحلة، إلا أن هناك مؤشرات يعني تعكس الواقع بالطبع، أو مؤشرات تشير إلى أن هناك فعلا اتفاق تهدئة بين الأطراف. الحديث على سبيل المثال ما يحدث خلال الفترة الأخيرة، مسيرات العودة والتي كنا كل الفترة نغطيها خلال السنة الماضية، وأيضا كانت في كل أسبوع هناك مسيرة عودة على طول هذا الشريط الحدودي. بالطبع هذه المسيرات غابت في الأسبوع الأخير وبدأت يعني تقل، وأيضا وتيرتها تقل بين الفترة والأخرى. أيضا التصريحات الإسرائيلية التي كانت مؤخرا كان عند تصحيح هنيجبي الذي قال يعني أن هناك اتفاق مع حماس قد يكون، وأيضا اتفاق تهدئة بين الأطراف، وأيضا ما قاله رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي كوخاف خلال الأيام الأخيرة أن الحديث هناك عن تسوية لرفاهية سكان. طب أدهم، حماس رفضت من جهتها التعهد بوقف إطلاق عمليات في الضفة الغربية، بنفس الوقت أبدت استعدادها للتوصل لتفاهمات مع إسرائيل في هذا الخصوص بهدف طبعا تسهيل الحياة على الغزيين الذين يعانون من حصار في قطاع غزة. برأيك فهل حماس تعاني داخليا في القطاع بهذه الخطوات؟ هناك أزمة حقيقية، أزمة سياسية بالنسبة لحماس داخل قطاع غزة، ما حدث خلال السنوات الأخيرة، الأزمة الإنسانية وأيضا تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة يشكل ضغط على حماس على المستوى الشعبي، ولذلك حماس تبحث عن الحل أو الخروج من هذه الأزمة داخلية على الأقل في قطاع غزة، من أجل أولا التوصل إلى حل يرضي سكان قطاع غزة، وأيضا ما يحدث من تفاقم الأوضاع الإنسانية كما قلت هناك. ولذلك حاليا ليس فقط داخل قطاع غزة، نتحدث عن سكان قطاع غزة الذين يبحثون عن الأمل وأيضا الخروج من هذه الأزمة، أيضا داخل إسرائيل هناك أصوات. عندما تجولنا في المدن الجنوبية المتاخمة لقطاع غزة، تحدثنا أشدود، أشكلون، إزديروت، وأيضا نتيبوت والعديد. هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه، استطلاعات الرأي في الفلسطينية، هناك 71% من الفلسطينيين مع التهدئة في غزة، ماذا عن الجانب الإسرائيلي، الجانب المدني في الشارع الذي التقيتهم أدهم؟ نعم، خلال الجولات الأخيرة التي كانت بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل، أو كانت بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وأيضا عندما تحدثنا مع السكان الإسرائيليين حول التوصل إلى تهدئة، الجميع يرغب في أن تكون هناك تهدئة، الكل الجميع السائمة أن تكون هناك مناورات عسكرية وأيضا أن يكون هناك حل عسكري. الجميع يتحدث أن الحل العسكري مع قطاع غزة لم يجدي بأي نتيجة في نهاية الأمر مع بين إسرائيل وقطاع غزة، لربما البحث عن الحل السلمي، لربما البحث عن الحل السياسي، لربما إعطاء لو القليل لسكان قطاع غزة من الرفاهية، وأيضا فتح الحدود والمعابر لإدخال لبعض العمال. على فكرة يعني أنسام، كانت هناك هذا الاقتراح يعني تم طرحه قبل مسيرات العودة وقبل انطلاق مسيرات العودة للتوصل إلى التسوية، ولكن لماذا الآن هناك تساؤلات عديدة؟ أولا، هل إسرائيل فعلا تريد التوصل إلى حل في هذه المرحلة بسبب كل ما يحدث من تداعيات سياسية أمنية صحيح في الجبهة الشمالية؟ وهنا هذا سؤال تحليلي على المستوى السياسي والأمني. هناك خشية في إسرائيل أن ما يحدث في الجهة الشمالية، الصواريخ الدقيقة عند حزب الله أو التموضع الإيراني في سوريا، على الأقل صحيح تريد أدهم التموضع والتمركز حاليا في الجبهة الشمالية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من شريط الحدود مع قطاع غزة أدهم حبيب الله، مراسل آي 24 نيوز، شكرا جزيلا لك.